السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالي مسج من أحد المدرسين بتقولي أنا مدرسة تأسيس، بس يا ريت حضرتك تكملي جميلك وتقولي لنا إمتى الـ CH بنطقك. بصي كده يا ست الكل، أنا دلوقتي قلتلك إن الـ CH دي القاعدة المتعارف عليها اللي الناس كلها عارفاها. طيب لكل قاعدة شواذ لازم أحفظها زي ما هي، طب بتتعرف إزاي؟ practice more and more and more، حاولي تمارسي الموضوع اكتر 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 علشان تقرأي كتير، وفي نفس الوقت هيقابلك كلمات كتير، فهتدخلي على طول على جوجل ترانسليشن او جوجل تسمعي، يعني تسمعي، اهم حاجة ان انت تسمعي من اي بقى اب انت عايزاه. تمام تمام طيب اوكي، انا دلوقتي اتأكدت من نطق الكلمة دي، خلاص هتثبت في دماغي ان هي نطقها كذا. زي ايه يعني الـ CH مش دايما بنطقها تش، لكن الاعم تش. طيب في حاجات بنطقها ش، يعني مع اني بكتبها سي اتش بس بنطقها ش، زي ايه؟ زي كلمة شاف شاف شاف، وكمان كلمة ماكينة ماشين ماشين ماشين. طبعا الكلمات دي بتبقى اصولها فرنسية، علشان كده بتبقى مش نفس القاعدة بتاعتنا. اوكي طيب تمام، نركز مع بعض. كمان في السي اتش بنطقها ك، وده سؤالك، زي كلمة سكول school. كمان عارفين الابليكيشن اللي هو اسمه جوجل كروم جوجل كروم جوجل كروم، بدخل على الحاجة دي اللي اسمها جوجل كروم، برضو دي مع الممارسة والتكرار عرفنا ان هي اسمها كده. وكمان chemistry chemistry، وكلمة شخصية character character character. طبعا الحاجات دي بتتعرف مع الممارسة والتكرار، لكن والله لو ليها قاعدة هقولها لك اكيد، لكن القاعدة الاساسية بتاعتنا ان الـ CH في حاجات مش متعارف عليها لازم اتاكد من نطقها الاول، وبعد كده اقولها للطلبه اللي عندي. بس كده، باي باي.